وطبعا عشان التمثيلية تكمل لازم قناة الجزيرة تحسسك دايما بأهمية حماس وخطورتها على المجتمع الإسرائيلي رغم صواريخها الفيشنج. بعد 13 عاما على بدء المقاومة الفلسطينية في غزة استخدام الصواريخ ضد إسرائيل، تحول هذا السلاح إلى تهديد استراتيجي لمنظومة الردع الإسرائيلية، وده دور قناة الجزيرة في التطبيع مع الصهاينة وإضعاف المقاومة الفلسطينية الحقيقية لضمان بقاء حماس وتكرار التمثيلية الصهيونية تاني. تنضم إلينا مشاهدينا من القدس وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني. سيدة ليفني، بهذه الطريقة تعتقدون فعلا أن الواقع سيتغير؟ إن إسرائيل تقوم بهذا العمل ضد حماس وليس ضد الناس في غزة، وذلك لتغيير الوضع في الجزء الجنوبي من إسرائيل الذي يعاني من الصواريخ على نحو يومي، ذلك لأن حماس سيطر على قطاع غزة وليست قابلة بحقنا في أن نعيش في هذه المنطقة. ده غير دور قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية، لأنها القناة العربية الإخبارية الوحيدة اللي مسموح ليها بنقل صورة العرب والمسلمين لأوروبا وأمريكا بحكم تواجدها في كل الباقات التلفزيونية عندهم. In this ISIL video, 10 men thought to be tribal elders affiliated with the Taliban are forced to kneel on landmines. The execution, too horrible for us to broadcast in full, was condemned by Taliban High Command. Such brutal actions, who've never shied away from violent methods, are now disorientated and under attack. ومن هنا جه دور قناة الجزيرة لتوفير الدعم الشعبي لقرارات الرئيس بوش داخل المجتمع الأمريكي وحشد أصوات مؤيدة لقرار الحرب ضد الإرهاب بحجة خوف مجتمعهم من العرب والمسلمين الإسلاموفوبيا. ها هنا يوجد كافر في هذا المكان، فماذا أنتم فاعلون؟ إذا كان المسلمون يهاجموننا ولو أنهم مصدر خطر فماذا نفعل؟ النتيجة المنطقية هي العنف.